أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الصلاة أدم كان كتاب الصلاة صلاة كتاب كيدي وي باب المواقيت واختياش صلاة باب كودي وي الكام حنك قد قلينا صلاة أو كم در أركان الإسلام كا وقت يدا إلى ده شمت الصلاة ده فرض كا صلاة والباب وقت جدا يقف كي وقت كا صلاة كوت كذا فضل جوليه هاي حديث كا كوباد عن أبي عمرو أبي عمر وح حق سلجوري الشيباني واسمه مجلس سعد بن إياس وسعد بن إياس قال وحي لسعد بن إياس حدثني وحي شكي صاحب هذه مدن صاحب كيد الدار دارته وأشار وحوك فرفيغي أشار وحوك إشارة بيده قعنتيس إلى دار عبد الله عبد الله دارتي سانتكا ابن مسعود إن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وحيري عبد الله بن مسعود سألت وحاوي دي النبي نبي صلى الله عليه وسلم أي العمل عملك كيبا أحب لو جعل بنيها إلى الله إلهي أنت كأعز غالبها وجل ويناي قال وحيري نبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة أي لو جعل يها إلهي أكتسا صلاة داس على وقتها لوقتها وقت جد أصغناتي وان وقت جد لقبحن قلت وحاني ريبويري ثم أيون محاكو حيق مركاس قال مركاس وحويري بر الوالدين لبدا والد والله بارن ما سمعيو أياكو حيق قلت وحاني ريبويري ثم أيون محاكو حيق بر الوالدين كا قال وحويري نبي صلى الله عليه وسلم الجهاد جهادك في سبيل الله إلهي جدك سدحي سنلغو جهاده أياكو حيقة قال وحيري عبد الله بن مسعود حدثني وحايقو شكي بهن كلمات كاس أنصوش أغني رسول الله إلهي رسول كيس صلى الله عليه وسلم ولو ازددته هديا زياد لها سؤالها مبض لهاينا لزادني جوابه يبدل إيه لها حديث كان وحوت المامية أن صلاة إن كميتها هي أعمالك هو فضلك بدن فضائل الأعمال ويوحى حديث مكالنا يا أفضل الأعمال من ليه أفضل الأعمال أعمالك هو فضلك بدن مركا أن حديث النبي كسر رضي صلى الله عليه وسلم وحديث كان كميتها هي جوابك للدوان يا نبي سؤال شاسوك جواب أي العمل أفضل مركا وحي ليه علماء الحديث وحالو ليسوك هنيها بحسب المخاطبين ذاتك أولها اللي نبي عليه الصلاة والسلام سيدا غف والبابا لائق أما مناسب قوني أوه أي جواب يي مثلا إنك جيسيك ومتأهل كأوه إنه دجال كدحديس أمد مسلمين تأنفعوا عدو كدفاعوا مركو يرى هذا عمل كم حاوق فضل بضن وحو نبي جواب صلى الله عليه وسلم جهادك وفك بر الوالدين عقادنا عاصل الروين اسك حجينا بر الوالدين كو جواب صلاة حق إذا متك اهتمام كيسو يهينا صلاة دوني فضل بضن تهي سيد حديث كانوا كلي يوجو جواب يي مركب بحسب المخاطبين ذاتك الله الله يو سيدا مركز مناسب كوه ينبغ يوجو جواب عليه الصلاة والسلام أن عماش أصلة المامينا لما أنتو فضائل الأعمال كسي كمديه حديث كسحابي قوري يي وحال إلى مجلس عبد الله بن مسعود ورر هذيل وحاكم يدي سلي إلى هذا أبا عبد الرحمن وهو حاضري وهو كغيب قلي دقال كي بدر حلو يغنى ابن أم عبد وهو كن انتي مقالة مدينة هجرته مركة يهد صدن إيا الله بصنو
waxaa ku tukaday salaadiisii janaasada Zubayr ibn Cawaam, waxaana lagu aasay meesha Baqiic la yidhaaho Maqbaratul Madiina la yidhaahdo, oo reer Madiina qabuurahooda, asagoo 70 iyo dhowr sano jira ayaa halkaas lagu aasay. Wa kaana min akaabiri saxaabati wa fuqahaaihim, saxaabada ragga ugu waaweyn oo fuqahadooda ayuuna ka mid ahaa Cabdullaahi ibnu Mascuud radia allaahu tacaala canhu. عن أبي عمر، أبي عمر حق سبح الله يقول يا شيباني، واسمه مقعيس سعد بن إياس ويه، قال وحييري سعد حدثني وحايشك صاحب هذه مدان صاحب كذا الدار دارته، وأشار وحكو إشارة سعد بيده قعنتي سيلة دار عبد الله، عبد الله دارتي سي ابن مسعود رضي الله عنه، قال وحييري عبد الله ابن مسعود وحديثك وشيك سعد بن إياس، سألت وحويدي النبي نبي صلى الله عليه وسلم أي العمل عملك كيبا أحب لوغو جعليهي إلى الله إلهي انتكا عز غالبها وجل ويناي، قال وحير نبوك صلى الله عليه وسلم الصلاة صلاة دي يا لوغو جعليهي على وقتها، وأنا أحب لو قدري أحب العمل إلى الله، أحب العمل إلى الله الصلاة ساسو معنوه نغنيا عملك وحال لو جعلها إلهي عجيسة إلهي أكتيسة الصلاة على وقتها، صلاة وقت جيدي أن لقبحن الصلاة على وقتها. مارك الله في ريو حديثك لأن الصلاة على وقتها معني معنى كين ما يو صلاة وقتك أول كذا لوت كذا أما آخر كذا، لكن مقصود كوعيها صلاة عن وقت جيدي لقبحن الصلاة أن لوقتها. ورواية كله رواية ذا ساوحي ونودها مركز إلا أدلي شدو تقديم الصلاة في أول الوقت، صلاة أول كوقتها لقوتو كدو إلسي فضل بضانتهي ومركز لامكاس يا لودلي شنية إن معنه أو يهي صلاة أول كلقتو كدو. قلت وحاني ريبو يري ثم أيون نحاكو حيقا مركز أي صلاة ديوان قرنا هنا يدو عماش وفضل بضانت هاي معاك وحيقة. قال وحير نبوك صلى الله عليه وسلم بر الوالدين لو ذا والد الله بار إنما سمعيه أياك وحيقة وقفك وبار النقض والد كيس وحي لبسنا يتكدي نساء وحي أنفعي أمو وشعلي هنا واتسمعي نساء. قلت وحاني دي ثم أيهم مركز كدي محاك وحيقة وبر الوالدين ككسي دنبيه. قال وحير نبوك صلى الله عليه وسلم الجهاد جهادك اياك وحيك في سبيل الله الهي جدك سلحي سنة لقو جهاده وفكو انو قدق اللهمه لإعلاء كلمة الله الهي كلمة سنة كرنغته كسا جهاد ليره هذا وقال هذا الله دق اللهمه. قال وحير راويك حديثك وعبد الله بن مسعود حدثني وحاي وشكي بهن اي كلماتك عن صومرني وإن أعماش أقو فضل بدنية أقو فضل بدن تاع الصلاة وبر الوالدين كوكوحيغو وجهاد كوكوسيحيغو وحايقو شيك يا رسول الله إلهي رسول كيس صلى الله عليه وسلم ولو ازددته أدان كزيادة ضلب لها وأن زيادة لها سؤاشنا لزادني وحوي زيادة لها جوابته. حديث قال الله عن عائشة، عائشة حقيقة وحلق وريه رضي الله عنها قالت وحيتر عائشة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر لو والله قد حقق نمو كان وحوها رسول الله إله رسول كيسو صلى الله عليه وسلم يصلي ينوتك دو الفجر صلاة فجرك فتشد مركز وحا حاضر يسي معه نبي معيقيس صلاة فجرك النساء دمرك دمرك سو من المؤمنات هو حق رمي كمدا متلفعات حاليهم هو سود دوبيا بمرودهن قريس يدودا يسود دوبيا ثم مركز كقضالنا يرجعن ويسول لابنين دمركو إلى بيوتهن قريهود انتكاهين ويسول لابنين ما يعرف حال سنقرنين إنهن دمركا أحد قف من الغلس من أجل الغلس مقدقة درتي. حديث كان وحوط صينية صلاة فجرك
تغليس إن لقوتك هذا تغليس سقو مقدقي ولي باقي هاي وصلاة وقت هذا أول كيسة لقوتك هذا يعني مذهب الإمام المالك هي مذهب الشافعين وصداس وحديث كان أي قبصدين إمام أبي حنيفة لكن وحوليه إن لعد يوسف في عن فجرك الله عد أيه أيام ماركت فضل بضن وحديث وحجر كسار وري أصفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر أي عدايا فجرك وإفتين كسف عنه وسي عداده فإنه أعظم للأجر أجرك تساء بضن حديث كاسو إمام أبي حنيفة نقب صدي مركز وحوليه وإن له عن صلاة أول كذا وعلى وقت أول كيسة عن صلاة فجرك لقوته كان يحوغى لدبنقه حديث كان أدلة لقى قاضنا يوم حكم إذا دليل على شهود النساء الجماعة بالمسجد مع الرجال ضمركوا إلى المسجد كان صلاة الجماعة أسو حاضر أيان سيد الرب أسو حاضره أي حديث كان لقى قاضنا مركا انت رجو بهيه واجر يا فضليه يا دمر كن بهيه ويو سدا سا دمر كي مؤمنات كاها يا زمن كي نبي جوغي صلى الله عليه وسلم سلاد فجر كي يوسف حاضر جرين يغو استرن متلفعات بمرودهن مركاس كدي وي رجو انت سن صابحين اي غري هودا لاوانيان ايدو عيد وجيغودا غرتي ان لا ارق غلس كدرتيس مقدقه سلاد لغوتو كدي عن عائشة عائشة وحال قوري رضي الله عنها قالت وحيت عائشة لقد كان لو الله قد حقق نمو كان وحوها رسول الله إله رسول كيسو صلى الله عليه وسلم يصلي تكدع الفجر فجرك فتشدو حصو حاضري سي معه نبقى معكي سأنساء دمركي دمركا سو من المؤمنات كوي إله رسول كيسو رمي كمدة متلفعات حاليهين هو اسكدو دوبي أهي بمرودهن قريسيه ذا أي سود الدوبان ثم مركز كجدالنا يرجعنا وحيوسوا لمنيين إلى بيوتهن قريه ذا أو مسجد كسر رقمنيين ما يعرف حاله سنجرني إنهن يجا أحد وقف من الغلاس من أجل الغلاس مقدق درتي قال وحيري أن إمامك حديث كوري رضي الله عنه المرود أكيسة أين سدد كقارون يوم الله جياه المرود مرود يده أكيسة وادر معلمة على علامي وعلامي وحلايا لي تسو تكون هاتا ولا جسميه من خز حرير حجيد وتكون وحيك الله هاتا من صوف صوف حجيز والله بدو دو الله جوا سميا ومتلفعات إن معنيه دو حوي متلحفات واسكو معنى اللي بدو دو أي هو سود دبي والغلس وغلس كنا اختلاط ضياء الصبح صبح جايفتين كيس دهيدي سوي بظلمة الليل همينك مقدقي صودا هيو ولي أيام مقدقي همينك وحك باقيه حديث كصدح هذا يا باب كعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله حق سوي حال قوريي قال وحيري جابر كان النبي نبغ وحوها صلى الله عليه وسلم يصلي إن تكدو الظهر صلاة ظهرك بالهاجرة مال وين تأيو تكنيه مركز زوالك لدافه والعصر ويصلي العصر عصر كنو تكنيه والحالب تكنيه الشمس غرحضنا نقية متصافية ايتهي والمغرب مغرب كان وحوت كان ينبغ صلى الله عليه وسلم إذا وقته وجبت أي دعوه ورحب وجبت الشمس وي هل قصة ضمير قول الله ونيا إذا وجبت أي سقطت الشمس ورحب مركا أي دعوه مركاس وغربت غربت إي سقطت إي وجبت أفعاشاسي وأسكم معنى حديث كان مركا أي دعوه ورحب أي مغرب كتكنجري والعشاء عشاءنا يصلي وحوتكن جري العشاء عشاء يقدم حاله هرمرين أحيانا واختيال ويؤخر حاله دبدق أحيانا واختيال إذا وقتك رأوا أركهم ضدك اجتمعوا حالي سوكل ماني مسجد كوكوسو أرورين عجلوا ددكين أي عشاء وإذا وقتك رأوا نبغوا أركه صلى الله عليه وسلم هم ضدك
أوضعوا حالي سو دبدي عيننا أخروا دبدي غيي سي جماعة سو قاران والصبح والصبح صبحينا كان النبي نبقوه وحي صلى الله عليه وسلم يصلي متكدها صلاة صبحها بغلس مقديو كتكنيي ورك الظهر كي يا عصر كي يا مغرب كي يا صبح كي يا عشيه شمت صلاوات بحديث جابر وتلمامي ظهر كو نبي تكنجر صلى الله عليه وسلم بالهاجرة هاجرة وحال إلى هذا وقت الهجيرك وأمرك قرحد أي كل شهيو سماد برتن كذا يجوريكتي لنا عيود عجرتين مرك الظهر كوقت قاسة وجوه الرئيسة صلاة عصر كنا قرحد يحيى وصافئة أيو نبي تكنا يي صلى الله عليه وسلم المغرب كنا مرك عصر كبحو قرحد العذوي عشانا مرنا وسهر مري شري مرنا ودبلي شري وحين كوح الرياد قاب كدتك ويوسو أروران هذا دتك جماعة تكون شري وذا يمادان وهر مرينا ياس الصلاة وقت جيدة أول كيسي لوغو تكدو هذه أي دبل عان ناسي عن جماعة ودافين جماعة بلان الله يرو أيو دبلي غيوي صلاة صبح قنا سيدي حديث كيهوري أيضو ولي مقدي شرو أيو نبقو دتك تكين يي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال وحجر جابر بن عبد الله كان النبي نبقه وحي صلى الله عليه وسلم يصلي إنه تكدو الظهر الظهر كبالهاجرة مال وين تكني والعصر عصر كان تكني والحال الشمس قرحضنا نقية أي صافية مد صافية هايتهاي وأن بربور كي يحيبها صلنا إيسن سوغار والمغرب مغرب كانوا تكني إذا وقت جيوا تكني وجبت أي دعوة ورحلة والعشاء ويقدم العشاء عشاء وهر مريني أحيانا واختيال ويؤخره دبلي أحيانا واختيال أحيانا وأحيانا معنى ذو صداس تنهر وحيلا صعتا يقدم تندمنا وحيلا صعتا يؤخر أي جملة إنكاس دمبي يا فصيرا يا إذا وقت جرى واركنا بكم صلى الله عليه وسلم هم ذاتك مصلين تها اجتمعوا حالي سوارورين عجلوا ددكين يا صلاة سي أول الوقت قالوا بتكدوا وإذا وقت جرى واركهم ذاتك أبضأوا حالي سو دبل عيننا أخروا دبل جيي وصبح صبح جينا كان النبي نبقوه وحي صلى الله عليه وسلم يصلي إنو تكدوها صلاة صبح قبل غلس مع غلس مقدي إياه مماو معيقيت أيو تكن ييو حديث كأفراد عن أبي المنهال إمامك أبي المنهال ليراكم يدي سوحا لقوري سيار ابن سلامة مقعيس سيارة ليراه داه قال وحير سيار دخلت وحنصو قلي أنا أنيقا إياو أبي أبهيبا وحنصو قلني على أبي برزة صحابي قال لي أبو برزة الأسلمي إرر أسلم له نسبيي فقال مركز وحو كيري له أبو برزه أبي أبهيبا وحو كيري بويري وسلامه كان كيف سيديبو كان النبي نبقو أها صلى الله عليه وسلم يصلي إنو تكدو المكتوبة صلاة لفرضي لي شنت صلاة سيدينا ما نبقو تكنجري صلى الله عليه وسلم سؤاشا سلامان إنك ليرا سؤاشي سوى صداس فقال مركز وحيري نبي صلى الله عليه فقال وحيري صحابك كان وحوها رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم يصلي إنو تكدو الهجيرة هاجيرة دي هجير كوسكو معني الهجيرة مال وينت وحو تكنجري الله تي صلاة دي يصلي دي مفعول كده وكاس يصلي وحو تكنجري وقت الهجير كالصلاة يعني الله تي صلاة دي تدعونها أدغو يرتان وتكون مقعودان الأولى صلاة صلاة أبوه الرئيسي نبي عليه الصلاة والسلام مركز صلاة همين كل غصة فرضي علي صلاة كوباد ملك وتشي وحي صلاة ظهرك صلاة ظهرك يا هاد مركز الأولى صلاة ظهرك اللولة شهداء حين وقت جاء أيو ظهرك تكنجري النبي صلى الله عليه وسلم تدحض أي تزول أي سماد برتن كذا كزو شو الشمس غرعه ويصلي وحو تكن يا العصر عصرك ثم مركزك جدالنا يرجع وحصل لمن يحدنا قفكن
ilaa raxlihi gurigiisa intii ka hor usoo laabanayay ilaa manzilihi xala kownihi manzilku fii aqsa almadiinati magaalada madiina meesha ugu fog uu ku sugan yahay walxaal ashamsu qoraxduna xayatun tunnool ay tahay oo qoraxdii qorax kululoo wax gubaysa ay tahay wanasiitu waxaan iloobay buu yidhi maa shay shaygaasoo qaala uu yidhi salaama ninka la yidhaahdaay fi lmaqribi maqribka abulminhaalkiiya sidaas le waan iloobay buu yidhi maqribka wixii uu ku sheegay wa kaana wuxuu ahaa shanigu ahay yustaxabu in la jecel yahay haddii majhuul laga dhigo sidaas wey ahay yastaxibu mid jecel ayuu ahaa an yuakhira inuu dib dhigo nabigu sala allahu calayhi wasalam min alcishaa'i cishaha xaggiisa allatii cishihi salaadii cishihi tadcuunaha aad ku magacaabaysaanood ugu yeeraysaan alcatamata cisho geelmaal ay cishaha aad sidaas tira salaada aad sidaas tiraahdaan ee cishahaana wuxuu jeclaa inuu dib dhigo marka dibdhigiddaas xadiidkii hore marka loo fiiriyo markay dadku soo dibdhacaan uu ahaa markay soo dibdhacaan ayuu dibdhigayay si ay jamaacada u soo gaaraan wa kaana wuxuuna ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam yakrahu inuu kahanayo annawma hurdada inuu seexdo qablahaa qabla alcishaa'i salaadda cishaha ka hor isagoon cishaha tukanna inuu seexdo nabigu ma jeclayn waalxadiida sheekadana wuu kahanayay bacdahaa salaadda cishaha markii la tukado kadib la sheekeeyo wa kaana wuxuuna ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalam yanfatilu mid ka gadooma ee yansarif min salaati alghadaati aroorta salaadeeda waa fajarkii ayuu ka gadoomayey xiina waqtigiibuu ka gadoomayey yacrifu uu garanayo alrajulu ninku jaliisahu kan la fadhiya oo mugdibo uusan jirin wa kaana wuxuu ahaa nabigu sala allahu calayhi wasalama yaqra'u mid akhriya oo ku akhriya salaada bisittiina lixdan aayadaha ka mida ila almi'ati boqol aayadood inta laga gaaro yuu halka salaada ku akhrinayay nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigan la yidhaha abu barzax isaguna sidii jaabir binu cabdillaah yuu wuxuu tilmaamay shanta salaadood waqtigii nabigu tukan jiray laakiin raawiga xadiidka ka soo wariya wuxuu iloobay maqribka xaalkiisa maqribka xaalkiisa ayuu iloobay wuxuu yidhi wanasiitu maa qaala fi lmaqrib laakiin inta kale wuu tilmaamay duhurkii wuxuu ku tilmaamay alhajiir haajiradii aan xadiidka hore ku soo marnay weeye waa maalin weyntii oo qoraxdu markay samada bartankeeda ay ka zuusho casarkana wuxuu tukanayay buu yidhi qoraxdii oo nool oo wax gubaysa yaa qofka annaga naga mid ihi magaalada madiina meesha ugu shishaysa inta aadow ka soo laabanayay markaa casarka nabigu tukado sala allahu calayhi wasalam marka salaada waqtigeediiya awalka laga tukaday weeye awal waqti yaa laga tukaday weeye casarka marka sidaas la fiirsho cishahana wuxuu jeclaa inuu dib dhigo ayuu yidhi saxaabigaani laba saddex xugum oo kalena waa raaciyeyo wa kaana yakrahu nawma qablaha salaadda cishaha isagoon tukan inuu seexdo nabigu ma jeclayn sala allahu calayhi wasalam uu kahan jiray sidaasoo kale sheekada ka dambaysa salaadda cishahana karaaho weeyo muusan jeclayn nabigu sala allahu calayhi wasalama waa sheekada maala yacniga iyo waxyaabaha aan cibaadada ahayn laakiin haddii mudaakaratu lcilmi ay tahay oo cilmi la kala faa'iidaysanayo ama maaragtay xukum kaloo sharciya laga hadlayo oo mawduuc wanaagsan warku ku saabsan yahay mar kasta ayaa arrintaasi madluub tahay laakiin waxaa la diidayaa sheekada aan ajarka iyo cibaadada iyo khayrka midna ku tacalluqin oo cishaha ka dambaysa salaada fajarkana nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka gadoomi jiray iyadoo qof walbaaba qofka la fadhiya oo wejigiisa garanayo oo u jeedi karo oo iftiinkii markaas uu soo kordhay qirada marka la yidhaahdo aayadaha uu nabigu ku akhrin jirayna sala allahu calayhi wasalam lixdan iyo boqol ayay u dhexeeyeen wey can abilminhaal abilminhaal xaggiisa waxaa laga wariyay sayaar ibni salaamata ah qaala wuxuu yidhi abilminhaal dakhaltu waan soo galay ana aniga iyo waabi aabahi calaa abi barzatan usoo galnay abu barzah korkiisa abu barzihi alaslamiyi reer aslam loo nisbeeyey faqaala wuxuu yidhi lahu abu barza uu ku yidhi abi aabahay abidaa faacilkii qaalada ah
كيف سيدي بو كان النبي نبغو أها صلى الله عليه وسلم يصلي بدوت كذا المكتوبة صلاة الله فرضي علي وشنت صلاة دوت. فقال مركز وحيري أبو برزة كان رسولك وحوها صلى الله عليه وسلم يصلي نوت كذا الهجيرة مال وينت التي صلاة دوت كري تدعونها أي تسمونها أتكم مقعابيسان الأولى صلاة دوهرس أولى حين وقت يموت كني تدحض أي تزول أي زول يسوع الشمس وغرح عن وسط السماء سواء برتن كذا يكون زول يسوع لنا عن عتان كي يزول يسوع ظهر كوقت قاسو تكني ويصلي وحوت كني النبي صلى الله عليه وسلم على العصر صلاة عصر ثم مركز كجدال وعصر كتكدو يرجع أحدنا قفكين وحول لبني إلى رحله قرقس انتكاء على كونه الرحل في أقصى المدينة مقالة مدينة ماشي أقفك أكسوغن يهي والحال بو قرقس كل لبني وقرقس قاري يغفك الشمس وقرحضنا حية تنولا يتعي رواية هران محيهد والشمس نقية نقية هي حية لو الرواية ذي كليهن معنه نوحو لبني صلاة عصر كين أول كالغت كدين وعيري راوي حديث كوريي وابو المنهال ونسيت وحان اللوبي ما شي شي قال ويري اهي نيك اللي يراهد ابو برزه قال ويري ابو برزه في المغرب في وقت المغرب نو كيري مغرب كوقت قيس وكان وحوها نبي صلى الله عليه وسلم يستحب مجعل ايوها ان يؤخر ان دبدغو من العشاء عشاء حقيس التي عشيه تدعونها تكون مقعابيسان العتمة عشق المال وقيلوا مركا انت لا صحر ايه او حسكمه اي عشاه تكجرين وعشق المال ساسا معناها الله قوضا وقت نفكه كحسكمه ايه يسوق ايه وكان وحوها نبي صلى الله عليه وسلم يكره متك هذا ايوها النومه بدده قبلها قبل صلاة العشاء صلاة العشاء كهرنا الله سيحضه والحديث شكذا وكهني النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بعد صلاة العشاء صلاة العشاء كذبنا لشكيه وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم ينفطل متك قدومه من صلاة الغداة صلاة الصبح حقدو وحوك قدومه حين وقتك يعرفه قراني الرجل ننكو جليسه وقفك لفرية وكان وحوها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من أخرية بالستين لحذنك آيضات أيوكو أخرج جري بالستين من الآيات إلى المئة منها إلى بقولك آيضات لقجاره والله سبحانه وتعالى أعلم.